كابتن عمر، بعد عودة خالد غندور لوسط ميدان فريق الاتحاد السكندري هو رمانة الميزان بالنسبة لفريق الاتحاد. دي حقيقة فعلا، خالد من اللعيبة الناضجة، قائد جوه الملعب، عنده رؤية جوه الملعب، بيقوم بالمهام الدفاعية والهجومية بشكل رائع جدا، لعيبة بتثق فيه، فعنده مميزات كتيرة جدا تخلي تواجده بيدي قوة لخط وسط نادي الاتحاد السكندري. وفي مباراة زي دي الحقيقة أنا يعني أعتقد دوره هيبقى دفاعي بشكل كبير جدا، لأن زي ما قلنا مباراة النهاردة نادي الاتحاد بيكفيه نقطة ليؤهل للكونفدرالية، ودي حاجة بيحلم بها جمهور نادي الاتحاد ومجلس إدارته الحقيقة واللاعبين نفسهم. ده لو تم اعتماد الدور الأول فقط، يعني على حسب تصريحات الرابطة هيعتمدوا الدور الأول يعني أيا كان. فهو يعني جزء تاني مهم جدا بقى، بعيد عن الكونفدرالية نادي الاتحاد بيطلع في المركز الرابع. صحيح. وده حاجة الحقيقة تحسب لطارق العشري ومجلس صحيح. الإدارة. صحيح. وبالتالي تواجده في المركز الرابع بيتطلب إنه ياخد نقطة أو يفوز بهذه المباراة. يعني هيكون متكتل دفاع النهاردة. أعتقد إن ده مبدأ طارق ومع اعتماد على الهجمات المرتدة. ده السؤال.